تحياتي واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من دردشه انجليزيه، البرنامج اللي بيجيكم مني انا محمد عواد كل يوم اثنين على قناه سيلفي سبورت، الاكثر تنوعا من حيث اشكال افكار المحتوى، وبنناقش فيه زوايا منوعه من الدوري الانجليزي. ممكن ايام نحكي عن المباريات وممكن ايام ما نحكي كثير، والهدف دائما نفهم اجواء البريمير ليج. ولو انت جاي اليوم عشان تسمع كلامي عن مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد فانا اسف جدا، لانه طرحنا حلقه يوم السبت، بتقدر تروح على قناه سيلفي سبورت في اليوتيوب وتشوفها براحتك وتشوف شو حكينا وتوافقني او تخالفني، فانت صح بالرأي الاول والاخير. في حلقة اليوم عندنا خمس قضايا مش واحدة، عندنا اكثر من موضوع مهم. اول واحد مسألة الحكم السريع في الاعلام الانجليزي والقضاء على اللاعبين بموسم واحد سيء، والمسألة الثانية مبالغة بعض المعلقين العرب بالكلام عن رياض محرز وكأنه شهيت الدكة، وعندنا كلام عن نورويتش اللي انتقدناه المرة الماضية وانتصر، ولكن هالمرة أقل مدربه وتعثر تشيلسي المتصدر، وبنختم بكلامنا عن نيوكاسل اللي وضعه غريب وبلش يقلقني. خلونا نبدأ مع تسرع الأحكام الإنجليزية اللي بضيع وبكلف الأندية كثير في إنجلترا. مباراة مان يونايتد ومان سيتي لولا ديخيا على الأغلب كانت المباراة كبير كثير الفارق فيها، على الأغلب لو طلعت بخمسة أو ستة، وعلى الأغلب لفيركسون نفسه قال لسولشاير بشان الله اطلع. هذا الحارس زي ما بنعرف كثير ناس طالبوا ينشال وينحط هندرسون بداله، نفس الشيء حصل مع كي هافيرتس بفترة من الفترات مع تشيلسي، وتم تصنيفه على انه ربما اسوأ صفقة بتاريخ تشيلسي قبل ما يرجع اللاعب ويصبح لاعب مهم، بل لاعب جاب دور الابطال. وهذا الكلام صار ايضا مع جون ستونز في مان سيتي اللي تم الترويج انه خلص راجع على ايفرتون، لكن بدل ما يرجع ايفرتون ضل معهم الموسم الماضي وساهم بالفوز بالدوري والذهاب لنهائي دوري ابطال اوروبا، وبقي لاعب مفيد لغوارديولا. وهذا الشيء شفناه مع اوباميانغ، موسم واحد سيء ما لعب كويس، بدات عمليه التصفيه الاعلاميه والضغوط الجماهيريه نتيجه التاثير الاعلامي، لكنه الان هو اللاعب اللي بيقود ارسنال للتحسن واللي مساعد ارسنال يضل في الصوره بشكل جيد. هذا وضع اصبح معهود في انجلترا ولازم يحذروا منه، وضع انه الاعلام بحرك قضيه تجاه لاعب واحد بسبب موسم واحد، فبيخلق انطباع جماهيري وضغط جماهيري تحت الاداره بتخضع وبتقرر رحيل هذا اللاعب، مع انه منح لاعب فرصة يلعب موسم ثاني اقل تكلفة من شراء لاعب من برا. ليش؟ لانه هذا بيعرف زملائه، بيعرف ثقافة النادي، بيعرف الدوري، بيعرف ملعب الفريق، بيعرف ظروف الفريق. لما تجيب لاعب من برا مش دايما نسبة نجاحه مضمونة، بده يتأقلم وبده يتعرف، فتعطي فرصة للاعب موجود كان كويس ونزل موسم واحد دايما افضل من انك تجيب لاعب جديد بداله بسبب موسم واحد. خطأ كثير اندي انجليزية بترتكبه لازم يحذروا منه لانه مكلف جدا. وفي الحلقة الثانية تكلمنا عن نورويتش وتكلمنا عن انه هذا النادي لا بفيد ولا بضر في البريمير لي، بيطلع وبينزل، لا بيلعب كرة حلوة ولا بفوز ولا بفاجئ، بل انه هذا النادي بيخرب فارق الاهداف بين الفرق، لانه مرة بيخسر سبعة ومرة بيخسر بفارق واحد حسب مزاج لاعبي. الفريق هذا غلب برينتفورد بهدفين مقابل هدف، ممتاز جدا، ثلاث نقاط، الجميع توقع انه ربما يكون للمدرب فرصة اضافية، لكن مش هذا اللي حصل. نورويتش سيتي يعلن الانفصال اخيرا عن فاركي، وطبعا فاركي للي ما بيعرف بيدربهم من عام 2017 وهبط معهم ورجع طلع معهم، بس في شيء بيخليهم ياخذوا هذا القرار. المباراة الاخيرة النتيجة تبدو فوز لكن الاداء كان بمكان اخر تماما. فمثلا حسب الاحصائيات المتوفرة للاهداف المتوقعة برينتفورد كان لازم يفوز 3-1، برينتفورد كان افضل، كان اخطر بكل شيء، كان لازم يفوز لكن ما سجل اهداف. يعني نورويتش ما تحسن كرة قدم، نورويتش جاب نتيجة بالصدفة ونورويتش بقي في المركز الاخير. فنادي نورويتش سيتي بدأ يشعر انه الاداء سيء، واحنا تعودنا نطلع وننزل، هاي عادة اليويو اللي انتقدها كثير ناس فيهم طالعين نازلين، انه احنا ممكن يوما ما ننزل وما نطلع بسهولة، ممكن تاخذنا سنين، فليش نغامر، ليش ما ناخذ فرصتنا؟ وهذا اللي تكلم فيه إدارة نورويتش سيتي لما أقالوا المدرب، قالوا إحنا مقدرين عمل فاركي، مقدرين اجتهاده، لكن حاسين إنه ربما عندنا فرصة ننجو من الهبوط هذا الموسم. شخصياً أنا شايف جودة نورويتش هي أساساً محدودة، وحستغرب كثير لو قدروا فعلاً ينجوا من الهبوط، نروح على المتصدر من المركز الأخير، ننتقل للقمة لتشيلسي اللي اتعثر 1-1. شفت الملخص المطول للمباراة ولما تشوفها بتحكي كيف تعادلوا، كيف تشيلسي ما قدر يحسب الموضوع بسهولة. وفعليا بحسب الاهداف المتوقعه لازم المباراه 3-0، هي نتيجتها 3 اهداف مقابل لا شيء، وهذا اللي خلى توخيل يقول لهذا السبب يحب الناس كره القدم، صعب تتوقع شو يصير. ثم بيحكي ضيعنا فرص كثير، كان بامكاننا نحسم الامور، لكن اضاعتنا للفرص جعلتهم يشكوا او يعتقدوا
انهم بيقدروا يسرقوا نقطة منا، وهذا اللي عملوه، وصف الموضوع بسرقة النقطة من تشيلسي. طبعا بنعرف في ناس كثير بتناقش حول لوكاكو مع تشيلسي، مفيد مش مفيد، احسن مش احسن، بس في مثل هذه المباريات هون بتستفيد من لاعب زي لوكاكو. هذه الفرص اللي بتضيع لوكاكو كان حيخلص لك المباراة ربما بالشوط الاول ويخلي الامور مريحة، مش حيضيع كل هذا الكم من الفرص، مش حيسمح لهذه الفرص تضلها تضيع، كان حيسجل ويحسم الموضوع من كرة وتنتهي الامور بسهولة بدون ما نشعر بأهمية لوكاكو لهيك مباريات، لان بنشوف انه سهل يفوز فيها تشيلسي لانه متفوق بكل شيء، لكن تسجيل الكرة في الشباك مش مهمة سهلة في كرة القدم، بل هي اساس ومحور كرة القدم، عشان هيك وجود لوكاكو مهم، عشان هيك الفرص لازم ما تضل تضيع. اتعلم تشيلسي هذا الدرس، واعتقد توخيل ايضا اتعلم درس اخر، انه بعض الاحيان لما تكون متفوق ومش قادر تجيب الجول، حاول دخل اسلحتك الثانيه بوقت ابكر وما تستنى لاخر دقائق بعد ما تتلقى التعادل، لانه بيكون الخصم انتقل لمرحله معنويه افضل وحيقاومك بشكل افضل. نروح للموضوع الرابع. اذا حضرتوا ديربي مانشستر بتعليق عربي، اكيد لاحظتوا انه المعلق ركز بنص المباراه على رياض محرز والنص الثاني على المباراه. في انتظار ابتسامة ثانية، أنت ستحتاج لرياض يا غوارديولا إن كان آجلا أم عاجلا. يستعد للدخول الآن، لماذا لم يأتي رياض محرز كذلك؟ لا نعرف لماذا ولماذا بالنسبة لبيب غوارديولا. هذا الكل بدون رياض محرز، فما بالك لو كان الجزائري حاضر. وأكيد كثير منكم بتذكر كيف أحد البرامج في قناة بي إن سبورتس الناقلة الرسمية للدوري الإنجليزي ركزت بشكل مبالغ فيه على عدم بدء محرز إحدى المباريات، وتم وصف غوارديولا بالعنصري. أيضا تم التركيز والتضخيم والتهويل من لقطة غوارديولا عملها مع نص لاعبين كرة القدم لما يعمل حاله معصب وبيشرح للاعب شوية تعليمات أمام الكاميرات، ولكن تم التركيز عليها كأنه غوارديولا ما فيش عنده إلا رياض محرز، وكأنه غوارديولا عاجز تماما يقول لمحرز ما بدي إياك بالنادي وأطلع، وكأنه الإدارة حتقول لغوارديولا لا إحنا منمشي كلمتنا، وإحنا عارفين إنه إدارة السيتي متجاوبة متفاهمة تماما مع بيب غوارديولا، لو ما بده لاعب حيبيعوه. لازم أوضح، أنا بحب محرز كثير، وأنا شخصيا كمشجع اليوفي بتمناه في اليوفي صراحة، وبأمرات كثير بحس لو يجي عندنا حيفرق معنا بمواقف تقنية مهمة في مباريات مهمة، لأنه لعيب تقني مهاري ممتاز عنده كثير. وأنا من الناس اللي بحب أيضا أشوف أي إنسان ناجح، ولما أشوف شخص عربي ناجح بمستوى عالمي بكون مبسوط جدا وسعيد له جدا. بس صار تكرار الموضوع على إنه محرز يتم تهميشه ويتم تحطيمه من غوارديولا متكرر بشكل ممل، وهذا كلام غير صحيح، رغم إنه سهل تحكي والناس تزقف لأنه إحنا طبيعتنا عربية زي ما بنعرف. يعني لازم نكون واقعيين شوي، محرز لقبل الديربي لاعب ما يقارب 900 دقيقة، ولو شلنا المدافعين والحارس في المان سيتي حيكون ثالث أو رابع أكثر لاعب لعبا للدقائق بالفريق. ولما جيتي تتذكر انه بعض المراكز ملهاش عمق بتشكيل السيتي ومركز محرز عليه كثير بدائل، بتقول الوضع طبيعي. ايضا رياض محرز هو الاساسي دائما في دوري الابطال، وللعلم بينه وبين الناس هذول اللي في مراكز مش الدفاع لاعبين اكثر منه 100 دقيقه كان مش اكثر، يعني حيعوضها بمباراه او مباراتين ويصير دائما من التوب استخداما في اي ظلم واي استهداف. للعلم انا ما بتكلم عن معلق واحد، كلهم اساتذتنا، كلهم تعلمنا منهم وكلهم بيعلمونا دائما، بس في قضايا لازم نمشي عنها خلص عادي، نفهم انه المدربين هدول زي ما بيعاملوا محرز بيعاملوا فيران توريس بيعاملوا اي لاعب من اي جنسيه ثانيه، مش المساله عندهم عاده والله هذا عربي. يعني خلينا نخلص من هذه النظريه من استهداف نفسنا بنفسنا، والناس فعلا بتعاملنا على اساس ثاني تماما. نختم مع نيوكاسل، الفريق تعادل اخذ نقطه وقرب كثير مع ايدي هاو كمدرب. انا بصور الحلقه مساء الاحد وحبثها يوم الاثنين، فممكن فعلا يكون تعين لعندنا البث الحلقة. لازم اعترف اني انا صرت كثير قلقان على نيوكاسل في مسألة انه يهبط، بس تواصلت مع بعض الاشخاص وقالوا لي ضمن الاستثمار الجديد حاطين الخطة انه ممكن يهبط السنة الاولى، فمش مقلقانين من هذه الناحية، حاسبينها لانهم عارفين حالهم اشتروا بوقت شوي متوتر، مش بالصيف ولا بنهاية الموسم، اشتروا بعد شهرين، يعني لسه مضطرين يشافوا ويعالجوا خلال الموسم، وهي مهمة أصعب من أنك تشتري نادي بآخر الموسم وتبلش للموسم الجديد. لكن أيضا هناك من يقول أنه عشان ظروف نيوكاسل الصعبة هاي وافق أشلي على أنه يبيع، ووافقت الرابطة على الصفقة لأنهم ما بدهم نيوكاسل يهبط كنادي مهم وتاريخي عندهم، فالجميع شعر أنه لمصلحة نيوكاسل يتم بيعه بعد معاندة ومعارضة سابقة لعملية البيع. فبالتالي شراء فريق مهدد بالهبوط كان يشبه النعمة والنقمة في آن واحد. ليش إيدي هاو؟
هو لم يكن أبدا الخيار الأول، بل كان الرابع أو الخامس بل ربما السادس. بس كثير مدربين ترددوا، قال لك هذا الفريق محطم من حيث الجودة، محطم من حيث الأسلوب، وأنه تاريخيا اللي بيجي أول مدرب على مرحلة المالك الجديد هذا مدرب محروق بسرعة. مارك هيوز، لارانييري مع أبراموفيتش، مارك هيوز في السيتي، أيضا كان نفس الشيء صار في باريس سان جيرمان. أي ملكية جديدة المدرب الأول ما بيستمر كثير، بيكون مدرب تسيير أعمال تأسيس أسس، بعدين بيجي المدرب الأكبر. فكلهم تجنبوا، إيدي هاو وافق لأنه بده يظل بأجواء البريمير ليج، بده يظله مرشح إنه يظل مدرب بالدوري الإنجليزي. ممكن ما يحقق كثير مع نيوكاسل لكن حيجدد مسيرته. طب ليش هم يفكروا فيه؟ لأنه مدرب عنده خبرة في البريمير ليج، هذا أولا، ومدرب عنده شبكة علاقات جيدة في محللي الأداء، في كشافة المواهب بإنجلترا، فممكن يساعدهم بالتأسيس في مسألة هذه الشبكة. وأيضا هو مدرب مش سيء، مدرب مقبول كمستوى، ومدرب عنده خبرة بصراع الهبوط، تعلم كثير مع بورموث هذا، ومدرب شاب حيكون حابب ينجح، حيتعب بالتفاصيل مش زي ستيف بروس. كما انه بيعرف عدة لاعبين بنيوكاسل عملوا معاه ببورموث، واشهرهم طبعا كالوم ويلسون، اللي اذا في منطق بالتشكيل الحالي انها تضل بالدوري انها تستعيد نسخة ويلسون تبع بورموث. مدرب عنده شكل فلسفي كروي ثابت، عنده شكل كروي ثابت، مش مدرب سابق زمانه ولا عصره، لكن مدرب بفترة من الفترات كانوا الناس حابينه ومتوقعين له يصير مدرب كبير. لكن هذا المدرب محتاج جودة إضافية بنيوكاسل، وربما هو كان أفضل الخيارات الموجودة من أجل البقاء وليس من أجل المستقبل طويل الأمد، إلا إذا صارت معجزة معه وكشف عن مواهب ما شفناها منه. ليس الخيار الأول لكن يبدو الخيار المقبول الموجود عندهم. نوصل هنا لنهاية حلقة دردشة إنجليزية، بتمنى منكم تتركوا لايك على الفيديو وتشتركوا بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله.